في اولى حلقات البرنامج اتكلمنا عن الابتسامه وازاي تقدر بالابتسامه تكسب بيها حب الناس في كل مكان. رابط الحلقه دي هتلاقيه في الديسكريبشن اسفل الفيديو. لكن موضوع السخريه والاهانه والاستهزاء والاستظراف ملهاش اي علاقه بالابتسامه من قريب او من بعيد. لو سمحت ما تضحكش. الاستهزاء في اللغه مشتق من الفعل هزأ، وفي المعجم بنقول هزأ الشيء يعني كسره. يعني مثلا لو شفت مشهد من فيلم فيه قله ادب وسخريه في سياق ساخر، ولو صدر من بطل الفيلم ما تضحكش. ولو لقيت حد بيستظرف بشعائر دينك وكاتب انا فهمت الكوميك ده صح يا جماعه، مين جاي معايا جهنم ناو، ما تضحكش. لو لقيت كوميك ساخر فيه ايحاءات جنسيه قذره ما تضحكش. ولو حد قالك كلمه بتضايقك في سياق الهزار برضه ما تضحكش. لو حد بيستهزئ بدينك وقيمك ومبادئك ما تضحكش. لو سمعت معلومات مغلوطه وفاسده وقذره وتودي في 60 داهيه في سياق كوميدي ما تضحكش. لو لقيت حد قاصص مقطع ثواني مبتور من السياق وبيوحي للناس معنى مغاير خالص بقصد متحدث بهدف السخريه ما تضحكش. لو لقيت حد مصور حد من غير اذنه في وضع غير مناسب بهدف السخريه والضحك ما تضحكش. ارجوك ما تضحكش. ما تضحكش لان الضحكه هنا هي اشهر حيله نفسيه هنستخدمها عشان نتجاوز بيها الحرج، علشان احنا ما نملكش شجاعه المواجهه الجاده ما بين ميزان الحق والباطل. ما تضحكش لان السخريه والاستهزاء هو ابسط طريق للهدم والسلخ والكسر والتسريب معتقدات وافكار للانسان من غير ما يحس. ما تضحكش لان الضحك هنا فيروس هيخش جواك ويهدم احترامك وتوقيرك لنفسك لكل قيمة ومبدأ موجودة عندك، ومع الوقت هتبقى زيهم من غير ما تحس. ما تضحكش لان اللي ضحكت عليه النهاردة على استحياء وغيرك ضحك عليه على استحياء بكرة هيبقى الباطل شيء عادي، وقلة الادب وقلة الحياء وقلة المروءة هتبقى هي الاصل في المعاملات وهي الاصل في خفة الدم. ولو ضحكت على دي دلوقتي مش هيبقى ليك اي عين تنكر بيها على الابشع منها قدام، حتى لو بقيت انت الضحية. وساعتها اللي هيقول كلمة حق ويقرر ان هو يواجه الناس بغلطهم هيبقى هو الغريب مدعي المثالية المتشدد الكئيب اللي بيسرح شعره على جنب وبيقفل اخر زرار في القميص وعايش دور الواعظ، ونحط له كوميك على الفيسبوك مكتوب عليه صورة المحترم او مكتوب عليه شرطة الاخلاق، وهيبقى هو ضحيتهم اللي جاية. وبعد كده الاخلاق والقيم والدين نفسه هيبقى هو مادة السخرية القادمة. لو سمحت وقف شوية وتعلم تكون شفاف وواضح مع نفسك وقادر تتحكم في افكارك ومشاعرك وسلوكك كويس وليك حدود واضحة قادر تميزها بسهولة وتقف عندها. اتعلم تنكر المنكر بلسانك، ولو ما قدرتش يبقى بقلبك. ارجوك راقب قلبك وانفعالاته وانطباعات نفسك علشان ما تقلفش الباطل، علشان ده هو اضعف الايمان. وبعد كده هتبقى سكه ضلمه خالص وسلسله من التنازلات. حتى لو مش هتكون كول واوبن ومنفتح وظريف، بس يكفي والله ان انت تكون صادق واضح الهويه لنفسك ولغيرك، قادر تحترم ذاتك ومش بتكيل الامور بمكيالين، وقادر تحب وتكره لاخيك ما تحب وتكره لنفسك، وقادر الا تخوض مع الخائضين حتى لو كان الخائضون هم الترند. الخلاصه الفرق كبير وعظيم قوي يا صاحبي ما بين خفه ظل بترضي بيها الله عز وجل وبتداوي بيها جروح الناس، وبين فيروس بتنشره بيمزق في اخلاق واداب وتربيه ودين في كل شخص بيوصل له الفيروس ده. اللهم لا تجعلنا ممن يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.